إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في التبث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء، بالضبط من شارع عشرة معرف. هذا الشارع هذا اللي حاليا دابا أصبح تطلق عليه شارع الطاجيج أو شارع الخشناق المروري بسبب الأشغال هادو اللي مبغاش تنتهي لحد الآن. هذا الشارع هذا اللي أصبح اللي مغشلق من جميع الجهات، يعني للجهة اللي كتدي للجهة اللي كتجيب للجهة التحتانية ديال المدينة القديمة، يعني جميع الطرقات مسدودة في الشارع هذا. واحد الحام واحد الطاجيج ما يمكنش، يعني فقط رجال الامن هما اللي كيحاولوا يسيروا الامور وكيحاولوا ينظموا حركه السير اللي كاينه هنا. يعني الاشغال اللي اصبحت كثيره في هذه الجهه في الشارع هذا، كل مره كيتم الاغلاق ديالو من جهه باش بحجه ان هناك اشغال. يعني هذه الاشغال انت غتسالي هذه سنوات حنا كنشوفوا نفس الاشغال نفس الحوايج، ورغم ذلك ليس هناك بديل، ليس هناك نتيجه. الخشناق هو الخشناق، والزحام هو الزحام، والصداع هو الصداع. يعني روينا مايضة في شارع 10 مارس بحكم هذه الاشغال اللي مابغاش تنتهي هذه مده. يعني كنتمناو الناس المسؤولين على الطرقات والمسؤولين على المنطقه هذه انهم اقرب وقت ممكن يحاولوا يشوفوا حل لهذا الضجيج هذا ولا الزحام اللي كيعيشوا 10 مارس. يعني شوفوا معايا المشاهد الكرام، الزحام على طول الشارع، يعني على طول الشارع، شوفوا معنا المشاهد الكرام، يمتد الى الاخر اللي كترجياته، لا اله الا محمد رسول الله. كيفاش غندوزو من هادشي كامل؟ الطوبيسات اللي كيدوزو واحد المسالك اللي ماشي ديالهم، بحكم انهم مسالك اخرى ديالهم مسدوده ومغلوقه. غنشوفو على الجهه الاخرى، الجهه التحتانيه ديال الطريق حتى هي كامله مسدوده، ولا كتعاني من الخشب. لا اله الا محمد رسول الله، جميع الجهات مسدوده. هادي رساله الناس المسؤولين على هاد المنطقه هادي، انهم يدخلوا اقرب وقت ممكن ويشوفوا حل لهاد الشارع هذا اللي مخلوق. يعني الزحام والضجيج كلشي كيتشكى، لا من الساكنه لا من الصاعقه اللي كيصوتوا. يعني طوموبيلات خاصها طوموبيل قادر تصبو حوالي تسير. كنتمنى اقرب وقت ممكن تحل هذا المشكل هذا في الزحام. شوفوا معنا المشاهدين الكرام، هذا الزحام هذا اللي كيعيشوا في شارع 10 مارس هذه مده شهور، هنا كيعيشوا نفس الاشغال، مازال ما كاينش الحل، ما كاينش البديل. فقط الشوارع كيضيقوا هكاك، كتسبب في الزحام ديال بزاف ديال الناس. الشارع الرئيسي اللي كيدوز جميع وسائل النقل، الطاكسيات، الطوبيسات، وحتى من الدراجات الناريه. كنتمناو اننا نبقاو نشوفوا هذا الزحام هذا اقرب وقت ممكن. يعني حشومه وعيب وعرب اللي كازا باقيش عايمه في الخشناق المروري في الاحياء هادو، كذلك في الشوارع الرئيسيه. كتعرفوا شارع 10 مارس هو شارع رئيسي تيكب في جميع الجهات، يعني شارع كيدي مارشي كريو كيهبط المدينه القديمه للمحطه. الشارع اللي ما تيخواش، يعني خاص يكون فيه اشغال اللي كتعيد واحد النفع للشارع ماشي بالضاعه. يعني اشغال كانوا هنا فقط ضيقوا الشارع، وباقي حتى الان اشغال باقي ما سالوش. كنتمنى المستوطنات المحليه والناس المسؤولين على الطرقات انهم اقرب وقت ممكن ياخذوا واحد البادره، وانهم يشوفوا حد هذه الطريق هذه ديال 10 مارس اللي ولات كفيها واحد الشناق مروري اللي كبير 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 بزاف. نشوفوا معنا المشاهدين الكرام، من جميع الجهات كاين اختراق، من جميع الجهات كاين اختراق. المشاهدين الكرام، يعني الشارع على الطول ديالو يختلف. شوفوا معنا، شوفوا معنا المشاهدين الكرام، على طول الشارع هذا، يعني من الجهه الاخرى حتى هي، يعني جميع الجهات كلها مختنقه. الزحام هنايا وحتى هذا الصف هذا عام. شوفوا معنا المشاهد الكرام، شوفوا الصف قداش واصل المشاهد الكرام. شوفوا لا اله الا محمد رسول الله. فكنتمناو اننا اقرب وقت ممكن نسيروا هذه الاشغال هذه. يعني فقط رجال الامن، يعني تحيه لهم خاصه من هذا المنبر هذا، منقمين بالواجب، يعني رجل الشرطه واللي قام بالواجب تيحاول يسير الامور، تيحاول على الاقل يسهل الحركه ديال السير في هذا الشارع. يعني تحيه رجال الامن، يعني رجل الامن هنا ورجال الامن هناك، يعني تاهما واقفين على الاشغال ديال هذا الشارع هذا. كنتمناو انهم يكملوا في العمل ديالهم، وشكرا لهم على الاقل على الاقل على الاقل قايم بالواجب، لكن ما بيدي حيله. شارع رئيسي كيدوز بزاف وسائل النقل، يعني ميمكنش ما بين ليلة وضحاها أنه يتنقصوا فيه هاد الأمبوتياج. يعني رجل الأمن يتنقل بين ركن وركن آخر لكي يحرر هاد
هذا الشارع هذا من كلتا الجهات، يعني اربع جهات كلها ممتلئه، هذه الجهه الاولى، الجهه الثانيه، الجهه الثالثه والجهه الرابعه، يعني هذه الجهه الخامسه اللي حتى هي على الاقل ما فيهاش النفس، يعني اربع جهات كلها زحام. حنا في وسط ديال الشارع دابا، يعني زاويه تبين لك زحام من كلتا الجهات. يعني صراحة معاناة كبيرة تيعانيو السائقين في هذه المنطقة هذه، وكذلك حتى الناس الساكنين اللي تسكنوا في هذه المنطقة، بحكم أن إلا كنت زحام تيكلك شي كتل الكلاكسون، فكنعرفو بلي الكلاكسون هو شي حاجة اللي كتضر في الراس، يعني الناس اللي ساكنين على الشوارع حتى هما كيعانيو من هذا الأمبوطياج هذا، حيت الصباح بالليل ديما زحام وديما كلاكسون. شوفوا معايا، يعني روينة كبيرة الله يلف شارع محمد، شارع عفوا 10 مارس، شوف الأشغال اللي بغيت تسالي مني. يعني شوفوا معنا الاشغال اللي بغيت تسالي، شوفوا معنا العمال خدامين والشارع محبوس. يعني وسط الشارع كاينين بانوات حابسين الطريق من النص، ما فهمتش السيارة ملي غيدوزو الطوموبيلات ملي غيدوزو الطيارات واش يطيرو. يعني في هذا الوقت هذا خاصك باش تدوز كازا خاصك طيارة، يعني ماشي سيارة، حيت كاع الشوالها مسدودة بسبب الاشغال. حاجة مزيانة تكون عندنا بنية تحتية مزيانة في كازا، ولكن يعني الأشغال ما خصهاش تطول بزاف، حنا كنعرفو بلي كازا محتاجة الشوارع ديالها الأساسية الرئيسية. يعني متفقين مع بنية تحتية مزيانة في كازا، ولكن أنها تدوم وقت كبير، ف يعني أين الخلل؟ على ما استفهام كبيرة، يعني مدة ودي مدة حنا كنعانيو بالضبط في هاد الشارع هذا من الأشغال. وبهذا المشاهد الكرام كنوصل لنهاية الفيديو ديالنا، راكم متأخرين إن شاء الله، إلى اللقاء.